خلوني اشوف المستثمر العظيم، قصه المستريحين. المستريحين دي يا جماعه قلت لكم ان في حاجه غلط في الموضوع، وانتوا عارفين انه كان في ظاهره اسمها ظاهره الكحول. عارفين ظاهره الكحول دي؟ الظاهره اللي هي في التسعينات والالفينات، اللي هي تجيب واحد فقير مسكين كده وتقول له تعالى انا هكتب البرج ده باسمك، وانت بقى تبقى باني مخالف، باني مش عارف ايه، يلبس كل القضايا هو والمصايب، وتدي له مبلغ وخلاص. هو اسمه الكحول. فيبدو انه قضيه المستريحين هتكشف عن وجه انه دول مجرد واجهات لحد تاني. يعني انا برضو مش متخيل انه العيال دي، انا شفت صورهم، دي شويه شباب كلهم بغض النظر عن اوضاعهم الاجتماعيه او التعليميه، ما ينفعش برضو يتكتكوا التكتكه دي، لازم حد بيتكتك لهم. فانا جه في دماغي على طول قصه الكحول، انه في ناس بتتصدر وناس بتلعب من ورا. مصطفى البنك، الاسم الاشهر دلوقتي في مصر كلها، في اول ظهور له في قفص الاتهام في اسوان. خلينا نشوف في اول جلسات محاكمته بإيه، الاستاذ مصطفى البنك المستريح الشهير ظهر في اسوان. نشوف مصطفى. طيب الحمد لله كلهم لابسين كمامات جاهزين للتصوير يعني. بس طبعا المشهد اللي ضايقني الحقيقه هو مشهد الحلاقه. يعني الواحد بياخد باله من التفاصيل، اللي هو لازم تحلق له زلابطه. ده بيعتبروه في مصر نوع من انواع الاهانه، تكدير، انك اول ما تدخل لازم يتحلق لك. الحقيقه ده ملوش اي علاقه بالقيم والاخلاق يعني. يعني المتهم ان شاء الله يكون قاتل حتى، ما فيش في عقاب، مفيش فكرة الإهانات والحاجات دي، إنسان مكرم لك عندها في مصر. ده طبعا ده الإهانة الظاهرة اللي هو إيه، إنه اتحلق له يعني. طبعا الإهانات الباطنة اتعمل فيه إيه، ده قصص تانية. أقارب بقى مصطفى طلعوا بره الجلسة وبيتكلموا على إنه سمعته زي الفل وأمانته زي الفل. طب ما أعرفش إيه اللي حصل، هنشوف اللي حصل دلوقتي بعد شوية. نسمع بس أقارب مصطفى. مبالغ بسيطه اللي هل هو كان يدي الناس مستندات تحصل امانه؟ لا لا ما اداش حد يعني. كلام شرف؟ لا لا كلام شرف. وهو الناس جات كان بتجي من محافظه اسوان من اخر الدنيا، في ناس من الاقصر، في ناس مسجله من سوهاج دجاج، بناء يعني على سمعته وامانه. جنوب الصعيد كلهم كان يتعامل، جنوب الصعيد كله على امانه. طبعا الاستاذ احمد حسن محامي الاستاذ مصطفى طلع وقال انه اسوان كلها يعني عارفه حقيقه الراجل، وكل واحد هياخد حقه ما تقلقوش. ده المحامي بتاع الاستاذ مصطفى البنك. خلونا نسمع كلامه عشان نعرف ان الناس كلها تاخد فلوسها وما تقلقش. طبعا انا بقول لك مش معانا الفيديو، طيب مش فيديو ده كلام يعني، بس انا بقول لك انه مش هيحصل ومحدش هياخد فلوسه، سواء مصطفى هو المستريح فعلا ولا حد بيشغل مصطفى. في كلتا الحالتين الناس مش تاخد فلوسها. كان الناس بعتت لي زمان على حد اسمه خالد السمان، وانا الحقيقه ما كنتش اعرف. تم القبض على خالد السمان مستريح كرداسه. بيقولوا انه جمع 300 مليون. يا جماعه الله يكرمكم. عايزين نقفل الباب ده. مش تحط فلوسك في البنك، عشان انا النظام بيحط انه لا يقفل فلوسه، اسف، اللي هيحوش فلوسه يحطها في البنك. لا، بس يا ريت يبقى عندنا وعي انه مفيش حاجه فكره تشغيل الفلوس دي، فكره مش جيده، وفي الاخر بتصب في فكره النصب. في كل مكان على فكره. مش عايز اقول لكم في بعض الناس انا اعرفهم برضه تعرضوا للقصه دي. لو فكره ده في فلان بشغال، طب تعالى نحط، يا جماعه الله يهديكم. مفيش الكلام ده. خلاص ده مضمون، ده يعرف ربنا. نفس السيناريو بتاع كل مره. ويقعوا في اللطه دي. الحقيقه يعني الموضوع بايخ جدا جدا جدا. خلينا نشوف بس فيديو لاسمه واحد اسمه احمد الزعامه. ده مهم جدا بالنسبه لي، لان هو ده اللي بيدي اشاره انه احنا مش هنروح ببلاش، احنا مش احنا مجرد واجهه. ده واحد من المستريحين، ده مجرد واجهه بيقول ان احنا مش وانا شفت له فيديو الحقيقه وهو بيقول يعني. ده لقاءه مع مصطفى. هو عمل فيديو على قناته هو، او كتب اسف بوست يعني، ان انا وعيالي مستعدين للتضحية بحياتنا مقابل ان احنا نكشف اللي ورانا. نشوف احمد الزعامة ليه.
اصلاح الانديه. طيب يا احمد انت مستعد تسلم نفسك للنيابه؟ في حاجه واحده بس. نعم. ان ادي الحكومه الدلائل واروح انا والناس اللي اخذت فلوس الناس دي كلها. خلاص. توريهم الناس اللي اخذت فلوس الناس دي كلها؟ بتقول؟ معايا بص خدت ستير كمان عليا الطلاقه دي كانت من حسني مبارك يا دكتور مصطفى. دكتور مصطفى دي مفيد اثار عندنا في الصعيد. مافيا كبيره. انا كلام اللي انا بتكلمه ده ممكن في وقت الصفقه. عنده مافيا ممكن تسفيه في اي وقت، هو دي القصه يا جماعه، مين بقى المافيا؟ الحكايه واضحه جدا يا جماعه، الفلوس اللي جت لمصطفى البنك زي ما قلت لكم قبل كده الناس حكت حكايته، الراجل كان شغال على توك توك ومتعور وبتاع، فجاه يجي له فلوس قد كده عشان يشتري كل هذه، جت منين؟ الناس عشان بتسكت قال لك ده هو لقى حاجه اثار وباعها وكسب. الحكايه غير كده خالص. الحكايه وراها الغاز وسيتم كشفها في وقت ما. احنا دلوقتي بعد 10 سنين من الثوره عرفنا مين الطرف الثالث. صح ولا مش صح؟ عارف ان انا النهارده مش لطيف يعني. الواحد بس عنده شويه اجهاد ومتعب، كمان المود زي ما قلت لكم في اول حلقه المود مش حلو. الناس شايفه نهايه الطريق وماشيه فيه. ده مضايق واحد جدا يعني. يعني ما جرى النهارده اللي انا شفت النهارده من الكلام اللي اثناء افتتاح مستقبل مصر يقول ان مصر رايحه في 60 داهيه. قولا واحدا على كل المستويات. ده نظام لا يفكر. ده نظام بيهلفط بيقول اي كلام. فبالتالي الواحد الحقيقه مش مبسوط جدا. الناس مستنيه ايه؟ انت مستني ايه؟ لا الناس ولا اذا كان في حد باقي شرفاء في الدوله ولا في مؤسسات ولا اجهزه. الصوره واضحه جدا. الصوره اوضح من الصوره اللي انتوا شايفين فيها دي. واضحه جدا. عشان كده الواحد الحقيقه مش لا عارف اهزر ولا عارف يعني فعلا متضايق. وربنا يعديها على خير ان شاء الله. خلينا نختم بقى بالاستاذ عمرو اديب وهو بيطالب انه يحاسب الاثنين. الاثنين مش عارف مين الاثنين بس نشوف استاذ عمرو اديب بيحاسب الاثنين. اللي دفع واللي قبض وكل حد يعني. عمرو اديب. بنتكلم على نصاب تاني في البحيره. يا استاذ يسري. حضرتك من شغلك في قسم الحوادث مش شايف انه ان الاوان ان يتم في هذه القضايا تجريم المودع والمستريح؟ والله هو لازم يعني المفروض يعني لازم المودع ده، ما هو ده بيهد اقتصاد بلد، ما هو وعلى فكره ده برضو ما هو بيحصل.